يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت مسافرا ودخلت المسجد لأصلي المغرب والعشاء، فصليت المغرب لوحدي ثم أقام الإمام لأداء صلاة المغرب، فدخلت معه لأصلي معه بنية العشاء ثم سلمت بعد الركعة الثانية، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، يعني لا غير صحيح، لأنك قصرت خلف صلاة لا تقصر وهي المغرب، ففعلك هذا غير صحيح وأنت استعجلت. لماذا لم تصبر حتى يقيم للمغرب وتصليها ثم تصلي العشاء بعدها قصرا بعدما يسلم الإمام من المغرب؟ هذا هو الطريق الصحيح. نعم.